الاشعه التدخليه؟ لا والله ما عنديش فكره. نعم الاشعه التدخليه هي دي بتبقى داخل الجسم تقريبا. الرنين المغناطيسي، المقطعيه، الاشعه العاديه، الاكس راي، ماشي، السونار، الايكو، لكن الاشعه التدخليه ما عنديش معلومه عنها. في حاجه زي اشعه بتجيب كل الامراض اللي في الجسم ويبقى هو دكتور واحد بيعالج. اهلا بيكم. ده يثبت لنا ان احنا لسه لازم نثقف الناس حول الاشعه التدخليه. طيب الناس لازم تعرف ان احنا بصدد الحوار عن موضوع شديد الانتشار، فلازم يعرفوا حلول هذه المشكله، الاورام الليفيه. وان كانت الاورام الليفيه حميده الا ان تصرفاتها وتاثيرها على المراه قد يكون غير حميد. إيه انت قلت لنا حاجه تقلقنا، يعني ايه كل الاورام الليفيه ورم سرطان؟ لا، هي اورام حميده مش سرطانيه، لكن تصرفاتها قد تسبب اجهاض. طب ما ده تصرف مش حميد خالص، تصرف مش حلو، تصرف فيه ازعاج شديد للمراه. الاورام الليفيه قد تسبب للمراه اجهاض متكرر، قد تسبب للمراه تاخر انجاب. طيب في مشكله عند الستات، مشكله كبيره الحقيقه، ان الورم الليفي قد يترك لفتره، حاله مرضيه مشهور جدا ان احنا نشوف الستات سايبينها شويه. تيجي الست عندها مش ورم ليفي واحد، اكتر من ورم، والست بتبقى قلقانه او البنت بتبقى قلقانه لانه ممكن تكون ما خلفتش او خلفت طفل واحد. ممكن جدا حد يدخل يشيل الورم ليفي فيضطر يشيل الرحم، ده وارد. وعلى فكره ده من ضمن اساسيات جراحات النساء والتوليد. وهنا بزغ نجم الاشعه التدخليه، بزغ نجمها بقوه. الاشعه التدخليه حلت لنا المشكله دي، قدرت تتعامل مع اورام ليفيه بشكل ناجح جدا بضمان كامل ان الرحم ما يتاثرش، لان ملهاش دعوه بيه، لانها في الاساس مينيمال انفيزيف تكنيك. هنا لازم نفهم حته مهمه قوي، نحن لازم نفهم قيمه هذا البرانش الرائع العظيم اللي اسمه الاشعه التدخليه. ولسه هطلب تاني من فريق عمل ينزل يسال الجمهور بعد شهور، بعد اسابيع، ماذا تعرفون عن الاشعه التدخليه؟ واتمنى ان الناس تعرف التفاصيل عنها. النهارده يوم مهم جدا لانه مع رائد قدير واسم كبير بنفتخر بيه من رواد هذا العالم، عالم الاشعه التدخليه، مش بس في مصر، في الوطن العربي، بل اسم عالمي قدير طبعا، قدم لمصر وقدم للاشعه التدخليه الكثير من الجهد. واكيد جدا بنستمتع بحواره العلمي الدقيق جدا، وخصوصا لما يكون الموضوع مرتبط بموضوع شديد الانتشار زي الاورام الليفيه. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور اسامه حته، استاذ الاشعه التدخليه، الاستاذ بكليه الطب جامعه عين شمس، سكرتير عام للجمعيه المصريه للاشعه التدخليه، وعضو الجمعيه الاوروبيه للاشعه التدخليه والجمعيه الامريكيه للاشعه التدخليه، وعضو اللجنه العلميه للجمعيه العربيه للاشعه التدخليه، الاسم القدير والرائد الكبير. اهلا بك. اهلا دكتور ايمن، ازيك؟ منورني، ربنا يخليك. سعيد جدا بهذه الزياره العظيمه، بنتظرها من الجمعه الى الجمعه. ربنا يخليك، متشكر جدا ومتشكر اكثر على التقرير السريع اللي هو بيعبر عن الواقع للثقافة الطبية بخصوص الأشعة التدخلية. احنا الحقيقة ده الواقع، الناس ما بتعرفش قوي على الأشعة التدخلية، إلا اللي بيجي له حاجة تستدعي أو تتطلب الأشعة التدخلية بتدي يبحث. وده دورنا، دور وسبب تواجدنا هنا، إن احنا عايزين نزود الوعي والثقافة الطبية لعامة الجمهور، ما يبقاش هو عنده مشكله طبيه تستلزم الاشعه التدخليه ويبتدي يشوف. العكس، عايزين يبقى عنده المعلومه ويستدعيها عندما يبقى عنده مشكله تستلزم العلاج بالاشعه التدخليه. ويمكن برضو ده سبب الكلام عن الموضوع بتاع النهارده اللي هو اورام الرحم الليفيه. الحقيقه احنا اتكلمنا قبل كده عن اورام الرحم الليفيه، بس انا لاحظت في الفتره الاخيره ان كتير جدا من المرضى ابتدى يبقى فيه يعني طلب، الناس ابتدت، بس المعلومه فيها كتير من الضبابيه عند السيدات. هي عارفه ان الاشعه التدخليه بتعالج الاورام اللي فيا، بس ازاي وامتى؟ انا لاحظت في الفتره الاخيره ان ابتدت السيدات تسال عن العلاج بالاشعه التدخليه، اللي هو بدل الجراحه، او ابتدى يبقى فيه نغمه عامه عند كتير من السيدات او كتير من الجمهور، ان هو ابتدى يدور على حلول بديله للجراحه. يعني يمكن نتيجه المضاعفات، ونتيجه الناس ابتدت تدور على حلول، ونتيجه ان ابتدت الناس تدور على
الإجراءات الأقل تدخلا. فيمكن النهاردة إحنا عايزين يعني نكشف الغموض ونشيل الضبابية اللي موجودة عن علاج الأورام الرحم اللي فيها بالأشعة التداخلية وبدون جراحة، وخصوصا أنه كمان تخوف من البعض من إزالة الرحم. ده الجزء الكبير، وهو يمكن ده السبب الرئيسي دكتور أيمن، أن السيدات بتفضل أن هي طبعا ما تعملش عملية جراحية، ما تفتحش بطنها، وكمان تحتفظ بالرحم لو أمكن هذا، أو لو في حل بديل عن العملية الجراحية اللي هي كبيرة. فيمكن ده سبب لقائنا النهاردة، ونتكلم تفصيليا عن أورام الرحم اللي فيه. أورام الرحم اللي فيه 25% من السيدات عندهم أورام اللي فيه، 50% من اللي عندهم تأخر إيجاب عندهم أورام اللي فيه. فإحنا بصدد موضوع في منتهى الأهمية، موضوع واسع الانتشار طبعا. كيف تنشأ أنواعها فكرة تداخل الأشعة؟ يعني الرحم طبعا زي ما كل سيدات الرحم ده عضو موجود في الحوض. أنا يمكن بحب أصل الأمور عشان حتى المشاهد اللي ثقافته الطبية يعني على قدها. احنا بنقول الرحم ده عضو في الحوض، حجمه بحجم الكمتراية. الكمتراية دي ليها، لو بصينا لها، هي ليها قلب في النص، ده بيمثل بطانة الرحم، وقشرة خارجية ده الغشاء البريتوني اللي بيغطي الرحم، وفي النص ده الجدار الكمتراية دي، ده جدار الرحم اللي هو بيتكون من عضلات. الحقيقة ربنا خلق الجزء الكبير من جدار الرحم من العضلات، عشان زي ما احنا عارفين الرحم ده العضلات دي بتكبر أثناء الحمل، والرحم اللي هو في حجم الكمتراية بيصل إلى أحجام كبيرة جدا، بتوصل لأعلى البطن والحد تحت القفص الصدري. الأورام اللي فيها بتطلع من فين؟ بتطلع من الجزء السميك ده من جدار الرحم اللي هو الجزء العضلي. عشان كده الأورام اللي فيها دي بيبقى ناسجها جزء منه عضلي وجزء ألياف وجزء أوعية دموية. طيب بتطلع من الجدار زي ما قلنا اللي هو الطبقة الوسطى، ممكن تتجه إلى الداخل اللي هي داخل التجويف الكمتراية دي، تمس بطانة الرحم، أو ممكن تتجه إلى الخارج اللي هي ناحية الغشاء البريتوني، أو ممكن تفضل موجودة في جدار الرحم. دول التلات أنواع المشهورة جدا من أورام الرحم اللي فيه. ده باختصار إزاي هي بتنشأ وإيه هي الأورام اللي فيه ببساطة. طيب إيه الأعراض اللي بتسببها؟ لو الورم الليفي اللي هو النوع الأول اتجه ناحية بطانة الرحم، هيمس بطانة الرحم ويؤثر على الدورة الشهرية ويحصل نزيف. النزيف في الأورام اللي فيها بيبقى نزيف شديد. النزيف ده بيبقى عدة أنواع، يا إما عدد أيام الدورة الشهرية بيبقى زيادة، يا إما عدد أيام الدورة الشهرية ثابت بس كمية الدم زيادة، والاثنين بيؤدوا ان احنا بيبقى عندنا نزيف يؤثر على الحالة الصحية للسيدة، لان بيجي لها ما يسمى بالانيميا المزمنة. الهيموجلوبين بتاعها بينزل، تبتدي السيدة تشتكي ان هي عندها مجهودها ضعيف، في صداع، ما بتقدرش تتحرك كتير، دي نتيجة الانيميا المزمنة. طيب لو الورم الليفي ده كبر بحجم كبير وطلع من جدار الرحم الامامي، زي ما احنا عارفين قدام الرحم على طول في المثانة البولية، لو كبر الورم اللي فيه بدرجة كبيرة هيضغط على المثانة، تبتدي السيدة تشتكي من تغير في عادات التبول، خش التواليت كتير، بيبقى فيه صعوبة أثناء التبول وما إلى ذلك. طب لو هو طلع من الجدار الخلفي الرحم واتجه للخلف، هيلاقي المستقيم، تبتدي السيدة تشتكي من في مشاكل أثناء التبرز أو أنه بيضغط على المستقيم. ممكن كمان الورم اللي في دي حتى لو مستقر في مكانه بيعمل وجع أو ألم شديد جدا، وخاصة أثناء الدورة الشهرية. كل دي الأعراض اللي بيسببها الأورام اللي فيها. فزي ما حضرتك تفضلت الأول في المقدمة، وإن كان هذا الورم حميد، وأنا بطمن المشاهدين أنه حميد بدرجة almost تقترب إلى 100%، نقدر نقول 99.9%، ولكن تصرفاته دي انا عاجبني التعبير جدا، تصرفات غير حميده بالمره. فدي تصرفات شديده الحقيقه. فهي دي اللي بتخلي بتقلب حياه الست راسا على عقب، سواء النزيف سواء الوجع، فتضطر
تروح للدكتور وعايزة تتخلص من هذا الورم اللي بالرغم انه هو حميم. فدي يمكن ده إجابة على السؤال اللي هو دايما بيتسأل، طب هو الورم ده ورم حميد، طب احنا ليه بنعالجه؟ لان تصرفاته غير حميدة واعراضه دي غير حميدة، فبضطر عايزين نتخلص منه. ثم ظهرت بوتقة الإضاءة الخاصة والنور القادم من الأشعة التداخلية. طبعا العلاج الكلاسيكي واللي كان موجود طبعا اللي هو العلاج الجراحي، العلاج الجراحي ده عند زميلنا جراحين النساء بيفتحوا البطن ويشيلوا، يا اما يشيلوا الورم الليفي او بالمنظار او سواء بالفتح جراحي كامل او بالمنظار اللي هو بنخش داخل تجويف البطن بالمنظار ويستأصل الورم الليفي ده، او في بعض الاحيان في السن الكبير ان هي او اورام المتعدده ان هو بيضطر يشيل الرحم برضو، لان الحقيقه الاورام الليفيه دي اورام شديده التغذيه الدمويه، فالعمليات الجراحيه بتبقى عمليه شديده النزف فيها تعرض شويه للنزف، فيمكن في السن الكبير ساعات بيضطروا يشيلوا الرحم لان السيده خلاص الرحم. فده كان الحل الكلاسيكي، يعني الجراحه زي ما احنا شايفين على الشاشه اللي بنفتح البطن وبنشيل يا اما الرحم او بنشيل الاورام اللي فيها لفتره كبيره من الزمن، لحد ما يعني نقدر نقول من حوالي يمكن 15 سنه ابتدى يبقى فيه حل بديل للاشعه التداخليه. طيب احنا ببساطه احنا زي ما قلنا ده ورم حميد، احنا مش خايفين من وجوده، لكن مشكلتنا في الاعراض غير الحميده. طب لو انا عندي حل يقدر يوقف لي نشاط هذا الورم ويسيطر عليه ويصغره ويخليه ينكمش من غير ما نفتح البطن، يبقى اذا ده حل سحري وسلمي، وهو ده دي فكرة الأشعة التداخلية بمنتهى البساطة. احنا بنعالج هذا الورم وبنموته وبنسيطر عليه من غير ما نفتح البطن ومن غير ما نعمل أي عملية جراحية. ده ببساطة من عن طريق الأسطرة الشريانية. لو هنشوف هنا الفيديو التوضيحي ده، احنا بنخش من شريان الفخذ اليمين بالأسطرة الأنبوبة السحرية اللي هي قطرها حوالي 2 ملي، نخش مفتحة صغيرة جدا لشريان الفخذ، نوجه الأسطرة دي تحت جهاز الأشعة المتطور اللي هو الأسطرة، الأسطرة اللي هي الجزء اللبني ده اللي داخل جوه الجزء الأحمر ده اللي هو الشريان، خش في شرايين الحوض، نوجه شرايين الأسطرة داخل شرايين الحوض إلى شريان الرحم، ونوجه الأسطرة داخل شريان الرحم إلى الشرايين اللي بتغذي الأورام اللي فيه زي ما احنا شايفين كده الجزء المدور ده الورم الليفي، ونبتدي أول ما نوصل للشرايين اللي بتغذي الورم الليفي دي نحقن حبيبات خاصة صنعت واخترعت علشان اللي هي يمكن الحبيبات البيضة دي علشان تقفل الشرايين اللي بتغذي الأورام اللي فيه. طب احنا لما نحقن الحبيبات دي وتستقر داخل الشرايين اللي بتغذي الأورام اللي فيه إيه اللي يحصل؟ أي جزء أو أي عضو هنحرمه أو أي حاجة أو ورم هنحرمه من التغذية الدموية يبتدي على طول نشاطه يقف، المرحلة الأولانية. المرحلة الثانية يبتدي يضمر ويتلاشى، وهو ده ببساطة لو احنا شايفين ابتدى هنا الورم اللي فيه يضمر بعد ما قفلناه بالدورة الدموية بتاعته بالحبيبات اللي هي صنعت خصيصا عشان تقفل الدورة الدموية. ابتدي الرحم يضمر، الورم أنا آسف يضمر ويتلاشى، وبالتالي نتخلص من الأعراض اللي هو بيسببها سواء كان النزيف وده على رأس القائمة الحقيقة، أو الأوجاع أو الضغط على المثانة أو الضغط على المستقيم وما إلى ذلك. فالحقيقة الأشعة التداخلية عملت حل سلمي بديل للجراحة. الحقيقة أن هنا أنا ما بفتحش البطن خالص، بنخش زي ما شفنا بالأسطرة من شريان الفخذ اليمين. دايما الأسئلة يعني بتدور حول نوع التخدير، الفترة الزمنية اللي هتتم فيها الأساليب العلاجية، بعد كده هتقدر الست تعود إلى عملها ممارسة حياتها المنزلية والأسرية. ما الحقيقة دي الأسئلة اللي بتعبر عن الحالة الضبابية اللي كنت بكلم حضرتك عليها دكتور أيمن. وإن كان العنوان موجود في ذهن بعض السيدات، ولكن التفاصيل غير موجودة. فهو ده احنا هنا دورنا علشان نشيل الحتة الضبابية دي ونكشف الأمور.
البنج طبعا زي ما احنا شفنا احنا بنخش بالقسطرة دي زي ما قلت لحضرتك حاجة قطرها 2 ملي، فبالتالي احنا ما بنفتحش اي فتحات، بنخش بإبرة رفيعة قوي، فبنبقى عايزين بس بنج موضعي زي شبه البنج بتاع الأسنان، بنخش بس في المكان ما بنخش بالقسطرة ببنج موضعي بسيط جدا، مفيش أي بنج كلي خالص في الموضوع. مفيش، ما عندناش بنج كلي، بنج موضعي ده الإجابة. السؤال حضرتك العودة مرة أخرى للمرس. بعد ما بنعمل القسطرة زي أي شريان إحنا بنخش فيه، زي قسطرة القلب، زي إحنا السيدة بترتاح لمدة 4 إلى 5 ساعات بعد القسطرة، وبعد 4 أو 5 ساعات تقدر تروح البيت تاني. الـ4 أو 5 ساعات دول علشان ده البروتوكول بتاع أي مريض احنا بنخش في الشريان بتاعه، بيريح 4 أو 5 ساعات وبتروح في نفس اليوم على طول. ما عندناش الحقيقة يعني ما بتبقاش في المستشفى، ما بقاش في حاجة تستدعي، يعني احنا ما بنفتحش البطن وما عندناش جرح يعني. كيفية متابعة الحالة؟ الحقيقة احنا بعد ما بنجري القسطرة بنخلي المريضة ترجع لنا بعدها بشهر. بعدها بشهر دي احنا بنهتم جدا جدا بالأعراض، هل النزيف راح، نطمن النزيف راح بإذن الله، نتأكد لو في وجع الوجع قل أو راح، لو في ضغط على المثانة. الأعراض دي بعد شهر بنطمن من المريضة إن الأعراض دي اختفت، وبنفحصها بالموجات الصوتية نطمن ان الورم ابتدى يتم السيطرة عليه، ده بعد شهر. بعد 3 شهور الحقيقة انا بحب دايما اعمل رنين مغناطيسي، ويمكن ده الصورة اللي قدامنا على الشاشة دي بتبين على الشمال، ده حجم الورم قبل الحقن. وبعد 3 شهور زي ما قلت لحضرتك الاول الورم بيوقف نشاطه، ده المرحلة الاولى، ثم يبتدي يتقلص تدريجيا لحد ما بعد 3 شهور نبتدي نلاقيه انكمش تماما في الصورة اللي على الشمال. فبعد 3 شهور بحب أطمن بالرنين المغناطيسي. ده المتابعة ده المتابعة بعد شهر بنفحص الست بالموجات الصوتية، وبعد ونطمن على الأعراض. وبعد 3 شهور بحب دايما نعمل رنين مغناطيسي عشان نتأكد أن الورم ابتدى في التقلص والانكماش. لما سألنا الجمهور ولقينا الناس، في ناس رغم ثقافتهم مش عندهم الإلمام الكامل، بدأنا نتقمص دور الجمهور نفسه، فبدأنا نألف أسئلة مش بنألفها. احنا شفنا أسئلة المشهورة موجودة على صفحاتنا، على صفحات حضرتك، وبدأنا نعمل ميكس عشان نتقمص دور الجمهور. فأول سؤال للجمهور هو سؤال يتعلق بفاعلية النوعية دي من العلاجات. السؤال عن الفاعلية، هل هذا علاج فعال بالفعل؟ هل هو علاج حديث جديد؟ كلمة جديد في دماغ الناس انه غير مثبت. ايوه. انه لسه بيجربوه يعني. فده انتوا لسه هتجربوا فينا بطريقة ده جميلة. حضرتك كأنك كنت معانا دكتور ايه. ما هو من صفحتك. ايوه طبعا. ده سؤال ده نتيجة زي ما قلت لحضرتك حالة الضبابية وعدم التثقيف الطبي في الفيلد بتاعنا او في المجال بتاع الاشعة التداخلية. القسطرة الشريانية للأورام الرحم اللي فيها أو علاج الأورام الرحم اللي فيها بالأشعة التداخلية، دي تقنية ثابتة ومستقرة يعني من أكتر من 20 سنة. ويمكن إحنا لو عايزين نتكلم برضه مش هنتكلم كلام مرسل، أنا لو راجعنا الدوريات الطبية والمجلات العالمية نلاقي مثلا هنا على سبيل المثال ده يعني حتى من غير إحنا نتكلم نشرح دي دورية علمية، ده عملوا زي ميتا أناليسز، تابعوا 8150 عيان من مختلف السنترز أو المراكز، وقرنوهم بعيانين عملوا كلام ده مجموعة كندية سنة 2012 أو 2011 حاجة زي كده، وعملوا مقارنة ما بين 8000 دول مجموعة اتعالجت بأورام بالعلاج بالأشعة التداخلية بالحق، ومجموعة تاني بأن هي عملت استئصال للرحم، لقوا أن النتائج متقاربة مع تقلص نسبة المضاعفات عندنا في الأشعة التداخلية، لأن احنا طبعا ما عندناش فتح وما عندناش جرح وما عندناش مضاعفات الجراحة التقليدية. فلا ده دي إجابة علمية وليست مرسلة، ده تقنية موجودة ومستقرة وفعالة، وما فيش أي الجزئية دي غير موجودة على الإطلاق.
السؤال القادم سؤال شعبي قوي بقى، ازاي هتشيل ورم؟ اتقال لي ان هو 3 في 4 ولا 2 في 3 اتقال لي حجم يعني. أيوه. بدون فتحات. ايوه 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 ده برضو سؤال بديهي جدا ومنطقي، ان ازاي هل معقوله العمليه الجراحيه الكبيره اللي بنفتح فيها البطن بالعرض والجرح الرهيب اللي احنا شفناه ده من غير عمليه، ده يمكن سحر؟ لا دي حاجه فعلا احنا بنخش زي ما قلت لحضرتك من خلال الفخذ اليمين ومن خلال الشريان. اي يمكن اهو يمكن الصوره دي دي الجزء اللي بندخل منه، ده مدخل القسطره، مفيش يكاد يكون فتحه لا ترى بالعين بعد ما بنشيل المدخل ده. وازاي بنخش طبعا من يمكن معانا كمان فيديو توضيحي هنا، ان احنا بنخش من الشريان اليمين اهو برضو ده هنا، علشان برضو بنأكد المعلومه اهو هنا المدخل اللي احنا دخلناه اللي احنا شفناه من شويه ده هنا، وبنخش منه بالقسطرة تمشي في الشريان كده، بنوجهها ازاي؟ تحت جهاز الأشعة المتطور اللي هو جهاز القسطرة. القسطرة بنوجهها داخلة قدامنا في الشريان، اهي في شريان الحوض، نزلت على الشريان اللي بيغذي الورم الليفي، كل ده قدام عينينا من الفتحة الصغيرة جدا 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 نقدر نعمل كل الكلام ده. السؤال الثالث سؤال كلاسيكي قوي وجميل حقيقه، وده سؤال منطقي يعني، هل يمكن عوده الورم بعد ازالته بتاثيره؟ ده سؤال بنتساله على علمي طول. طبعا وارد ان الورم يرجع في حته ثانيه. لا يعني ده سؤال بنتساله على طول، وبرده انا مش يعني يمكن هنا مش هرد برده رد مرسل. لو احنا تصفحنا في المجلات والدوريات العلميه والابحاث اهو هنا قدامنا، الدراسة دي تبعوا كمية كبيرة جدا جدا ألافات من المرضى على مدى 10 سنين. مجموعة عملت استئصال للرحم والأورام اللي فيها جراحيا، ومجموعة تاني عملت حقن بالأشعة التداخلية على مدار 10 سنين. حقيقة لقيوا إن هو نفس نسبة ارتداد الأورام في مكان في جزء تاني من والاورام النسيجة. عشان يبقى الناس فاهمه، الاورام لها قاعده مهمه ان هي معتمده على مساله معينه في الهرمونات خاصه بالست دي بالظبط، وحاله وراثيه والى اخره بالظبط. لقوا ان نسبه ارتداد هذا الورم في جزء ثاني من الرحم في المجموعه اللي عملت الاشعه التداخليه والمجموعه اللي عملت الجراحه هي نفس النسبه، وطلعوا بكونكلوجن او هنا الخلاصه ان احنا كان ممكن في تلتين عدد المرضى دول نستغنى عن العمليه الجراحيه ونعمل حقن بالاشعه التداخليه، لان نسبه الارتداد تكاد تكون هي مفيش اي فرق خالص. السؤال الجاي سؤال ذكي بقى، سؤال يعني انا عجبني هذا السؤال، سؤال شعبي هو مش سؤال علمي بس يدل على ذكاء. اذا الميكانيزم اللي حضراتكم شرحتوه انه الحقن هياثر على تغذيه الورم، طب مش هياثر ممكن على تغذيه الرحم؟ ده سؤال جميل جدا جدا يا دكتور عين. الحقيقه هنا الاجابه على السؤال ده تتلخص ان لازم يتوفر شروط ومقومات للطبيب الاشعه التداخليه اللي هيعمل هذا الاجراء. نمره 1 لازم يبقى عندنا جهاز قسطره متطور جدا 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 من الجيل الاحدث من اجهزه القسطره. نمرة 2 يبقى لازم عندنا أدوات متناهية الدقة ونبقى على كامل الاستعداد. نمرة 3 التدريب والخبرة لطبيب الأشعة التداخلية. الثلاث حاجات دول هيخلونا نوصل لإيه؟ إن إحنا بنوجه القسطرة بتاعتنا للتغذية الدموية لشرايين اللي بتغذي الأورام اللي فيها دون المساس بالشرايين اللي هي بتغذي بقية الرحم. فطبعا احنا بندخل، يمكن الفيديو ده هيورينا هنا لو شايف حضرتك الحبيبات اللي لونها لبني دي داخله بس بالشرايين اللي رايحه للورم الليفي، ما بنجيش ناحيه الشرايين اللي بتغذي بقيه اجزاء الرحم عشان نضمن ان احنا ما بنأثرش على اي تغذيه دمويه غير اللي بس رايحه للورم الليفي، لان ده كله بيبقى قدام عينينا. عندنا جهاز قسطره متطور، يمكن هنا اهو دي صوره القسطره، هي بنوجهها بس للشرايين اللي هي الحاجات المتعرجه دي اللي بتغذي الورم الليفي زي اللي كانت باينه في الفيديو.
بنتفادى كل الشرايين اللي بتغذي الرحم والدورة الدموية للرحم، ونوجه بس الأسطرة للشرايين اللي بتغذي الأورام اللي فيها، ده قولا واحدا وبيبقى قدام عينينا. السؤال الجاي ده سؤال بقى شعبي كلاسيكي، هل قالوا لنا انه العلاجات الكلاسيكيه ممكن تاثر على القدره الانجابيه، هل اشعه التخليه تؤثر ايضا على القدره الانجابيه؟ الحقيقه ده لما بيبقى فيه سيده في عمر الانجاب وعندها ورم ليفي، لازم نبقى في مقابله وكلام معاها كتير جدا. الكلام ده بيحصل في نسبه ضئيله جدا جدا، يعني تكاد تكون يعني 5% مثلا، وبتعتمد على عوامل كتيرة جدا. قدرة التبويض عند السيدة، الهرمون الباترن أو الهرمونات عندها إيه، فلازم نفحص الحالة بدقة، تاخد وقت معانا، وحتى لو كانت هذه النسبة ضئيلة جدا 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 لازم بندي خبر للست ونشوف عمرها. قوة التبويض لازم يبقى فيه حوار وبيبقى فيه هيستوري، ولازم نفحصها بالموجات الصوتية كويس، لأن حتى وإن كانت نسبة ضئيلة جدا جدا احنا بنحاول نتفاداها وبنديها خبر، لأن احنا بنعمل يا دكتور أيمن زي ما بنقول personalized treatment أو يعني علاج مشخصا للمريضة، علاج تفصيل للمريضة، يعني بتفصل تيلورد زي يعني احنا بنقول زي الترزية. لازم نوضح لها المدى الاستفادة ايه، حتى لو في مضاعفات بسيطة جدا بنوضحها. واثناء الحقن لو سيدة في عمر الانجاب يبقى فيه زي احتياطات او اجراءات مخصوص، بنكبر حجم الحبيبات شوية عشان ما تروحش للدورة الدموية بتاع المبيض، في عدة إجراءات لتقليص هذه النسبة الضئيلة لنسبة أكثر ضئالة من التأثير على المبيض أو التبويض أو عدم الإنجاب. السؤال المهم، هل تؤثرون أو تتدخلون مع الأحجام الكبيرة في الأورام الليفية؟ الحقيقة الأورام الليفية تقنيا بنقدر نحقن أي حجم من الأورام. الأورام الليفية حتى لو كان حجمها كبير ممكن تعمل نزيف ونزيف شديد، وتكون السيدة مش عايزة تعمل عملية، هي مشكلتها بس حتى برغم الحجم الكبير النزيف أو الضغط على الأجزاء المجاورة. احنا عندناش فيش مشكلة، يمكن هنا الحالة دي حالة حقيقية بتوضح دي الأسطرة، دي حالة أسطرة حقيقية، ويمكن هنا هنشوف ان هي كنا بنعالج ورم حجمه كبير. الأورام اللي فيها الكبيرة بتبتدي حجمها يقل تدريجيا زي ما قلت لحضرتك، لكن كمان لاحظنا حاجة غريبة جدا، ان حتى ولو كان حجم الورم كبير بعد الحقن مثلا بشهر الورم زي ما قلت لحضرتك حجمه بيقل على مدار يعني يمكن 6 شهور مثلا، او هنا ده ورم شوف حضرتك حجمه كبير جدا برضو حقنه، وان كان الحجم بيقل على مدى 6 شهور لكن بعد شهر تقريبا تبتدي السيدة تحس براحة من الأعراض أو الضغط على الأجزاء المجاورة بيقل. ده تفسيره حاجة دكتور أيمن، إن بعد الحقن لما الدورة الدموية بتاع الورم بتتوقف يبتدي الورم يبقى مور سوفتر، أو يعني يبقى حجمه أطرى. فمتخيل حضرتك حاجة أنت دايس على إيدك بحاجة ناشفة غير لما تبقى حاجة أحن شوية، تبتدي الأعراض دي تتحسن ويبتدي بعد كده تخش في المرحلة الثانية اللي هو تحسن نتيجة صغر حجم الورم. فلا طبعا الإجابة احنا بنقدر نحجم الأورام اللي فيها ذات الأحجام الكبيرة أو المتعددة. أنت شرف كبير لينا وبنك معنا، يعني بنسعد بهذه الزيارة جداً العظيمة من رائد قدير واسم كبير في عالم الأشعة التداخلية، هو طبعا الأستاذ الدكتور أسامة حتة، أستاذ أشعة التداخلية بكلية الطب بجامعة عين شمس، وسكرتير عام الجمعية المصرية للأشعة التداخلية، وعضو الجمعية الأوروبية للأشعة التداخلية، وعضو الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية، وعضو اللجنة العلمية للجمعية العربية للأشعة التداخلية، واحد طبعا من الرموز الرائعة في عالم الأشعة التداخلية وفي الناس الحامل. خليكم مع الناس الحامل. لغاية دلوقتي في 2021 بتسألوا السيليكون او الكوهيسيف جيل او الحشوه المدمجه ممكن تعمل سرطان اذا كان اساسا الناس مرضى سرطان بيحطوها، يعني معنى كده ان الثقافه لسه فيها مشكله. هل في ريليشن بين تكبير الثدي
السيليكون والحاجات دي وسرطان الثدي؟ لا طبعا، خلاص تم استئصال الورم بعد وضع الخطة، أنا ساعتها ممكن أعيد بناء الثدي. هل يمكن أن يعود السرطان في نفس المكان الذي تم استئصال الثدي منه؟